أحمد الله على توفيقه باكتمال عملية نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة، حيث اكتملت عودتهم لمشعر منى صباح اليوم بعدما أتموا الوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة، وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بأمن وأمان وطمأنينة. أنتهز هذه المناسبة تقديم الشكر لضيوف الرحمن على ما لمسناه من التزام بالتعليمات التي تنظم مواعيد رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة، وذلك من خلال تقيدهم بتنظيم التفويج واتباع الاتجاهات المحددة للسير على الطرق التي تؤدي إلى منشآت الجمرات والمسجد الحرام عند الذهاب والعودة. ونتطلع إلى الاستمرار في ذلك خلال إقامتهم في ميناء لرمي الجمرات في أيام التشريق، أكد اعتزازنا بخدمة حجاج بيت الله الحرام وسعينا في مرضاة الله سبحانه وتعالى الذي شرفنا بها ووفقنا لأدائها بفضله علينا ثم بما توليه قيادتنا الرشيدة، من حرص واهتمام بكل ما يمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.